صاف يعني معلومات الحمد لله منيح شوي مش كتير. لا والله مش كتير، أنا مش كتير، أنا عادي يعني. هو العلم لحاله ما بده يكون علم يعني، وفهم والاستمرار بالحياة يعني. عندي ثقافة متنوعة يعني، أولا من دراسة جامعية، وعندي تجربة بالحياة، وعندي كتير شغلات، بحب الفن، بحب الرياضة. ثقافيين بالثاء. لا أكيد بالثاء. في ناس بتقول سقافة. بالسين ثقافة. ص بالسين ثقافة مربوطة. ثقافة شو؟ ثقافة. شو يعني ثقافة؟ يعني الواحد ما يكون جاهل، يكون مطلع على كل شيء بالحياة، يكون عنده معلومات، عنده روح حلوة، هذه كلها بالنسبة لي ثقافة. ما في حدا 100% مثقف، بس أنا دايما بسعى لأني ضلني مثقفة، دايما بسعى أني اطلع، دايما بسعى أني أعرف كل شيء لو ما فهمته. مثقفة بالموسيقى. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدني حلاوة الحب كله في يوم وليلة. مرسي. Thank you. مدارس مجانية لازم، عيب دولة مثل بلدنا ما يكون فيها مدارس تعلم اللي ما قادرين يدفعوا قسط المدارس. طبعا الرياضة ثقافة، لكن كله ثقافة. نعم ثقافة، يعني الإنسان لازم يكون مثقف، يدرس يتعلم يتثقف. شو الثقافة؟ أي ثقافة؟ وين في ثقافة؟ ما في. أنا بحب الموسيقى كتير وأم كلثوم. ثقافة ليش؟ وين في ثقافة بلبنان؟ وين في ثقافة بلبنان؟ أنا مثقف، أنا بتابع قص الشعر، هيدي مهنتي، بغني كمان. بلبنان ما في ثقافة بالأساس، أنا بشغلي موظف بنك، ثقافة بالبنك كتير بروفيشنال، ثقافة المصاري. شو السقف؟ شو السقف يعني؟ المتعلمين يعني، شو السقف؟ أي سقف يا أصدقاء أنت؟ إيه شفت أنت عم تعزل هالزيلة يعني؟ سقف يعني المتعلم، الشاطر، إيه؟ انا ما بعرف انا شو، انا مش من هون، ما عايش هون، انا اصلا عايش برا، بس اجيت عشت هون بطلت شاطر، كنت شاطر. بطلت شاطر. سقف بكون له سقفه عالي مثل هاو الوزراء والنواب.